نور وشفيقة. انا قلت ايه شفيقه بس حلو. احنا عايشين كده على طول. ايوه لا بس هم حاطينه. فالمهم تيمور وشفيقة كان، بص، كان اخر يوم تصوير ليا في مطب صناعي. كنت بصور مع احمد حلمي، وكان اول يوم تصوير ليا مع منى زكي واحمد سقف تيمور وشفيقة. واول يوم ده بالذات كان في موقف انا لحد دلوقتي عمري ما انساه. انا ما كنتش عارف اسوق خالص، ما كنتش لسه بعرف اسوق عربيات خالص، ومعيش رخصه اصلا. قالوا لي سعدان انت بتعرف تسوق؟ قلت لهم انت موضوع السواقه ده انت خايف على الدور؟ ما بعرفش اسوق اصلا. ما بعرفش، انا خايف على الدور جدا. وخلي بالك اقول لك على حاجه، انا دوري في الفيلم صغير جدا وما بتكلمش خالص. انا الورق اللي كان جاي لي كان الورق اللي كان جاي لي كان دور يعني، وبعد كده يعني اتشال وحصل حاجات يعني. فانا رايح ومبسوط وهمثل بقى مع خالد مرعي واحمد السقا ومنى زكي ومبسوط قوي يعني. فرحت بتاع احمد السقا، قال لي سعدان مش عارف ايه وبتاع وطريقته كده، فاهم؟ انت بتعرف تسوق؟ قلت له عيب عليك، ده انا السواقه. قال لي بجد بتعرف تسوق؟ قلت له هتنبهر، هتقول لي بقى الاكشن اللي انت بتعمله ده هتشوف. قال لي طيب، انا والله لا بعرف اسوق ولا عمري سوقت، ومركبيني عربيه اي كلاس يعني، حاجه يعني ملعبكه جدا. حاجه ملعبكه وكبيره. وايه بقى، انا نظري ضعيف جدا وما بشوفش، منزليني النضاره لتحت عشان الريفلكشن، حاطين الحطه على العربيه، حاطين الاضاءه ضاربينها في وشي، ومنزليني الكرسي تحت عشان الريفلكشن، تمام. واستاذ سامح سيرين بقى مدير التصوير والاضاءه، وانت مش شايف حاجه اصلا، وانا متوتر وخايف جدا، ما بعرفش اسوق والمشهد اغلبيته كله يعني ايه، انا ببص ورا لمنى زكي. تمام كمان واحنا معناش حد، احنا اللي بنعمل الكلاك، واحنا اللي بنقول اكشن، واحنا اللي بنعمل كل حاجه. فاحمد سقا قال لي يلا ساعدني مش عارف ايه بتاع، اطلع. ابتديتها بقى، انا كنت مطبق جاي من مطب صناعي، ومع اول حوادايا بلف كده اهو، انا سرحت وفضلت باصص الشمال، والعربيه داخله، والله داخله في عربيه تانية برضه ضخمه وكبيره غاليه جدا. انت بتعمل ايه؟ قلت له في ايه؟ قلت له معلش بس انا بس عشان مش نايم ما خدش بالي، معلش هتفرج دلوقتي. ابتدينا التصوير، طلعنا الدائري، طبعا بقى منى زكي واحمد سقا في العربيه. الدائري يعني، بص، الدائري كله بيجري ورا احمد سقا ومنى زكي، يا سقا يا منى، ما حدش معبرني خالص يا بدري. المهم يعني بس يسوق. انا بقى ماليش دعوه، انا مركز جدا وعامل كده اهو، ومنى زكي والله العظيم في المرايه عماله تعملي كده اهو، عماله ترجع ورا كده عشان ما تبانش في الكاميرا، عماله تعملي كده. انا بص بقى الاقي نفسي الرصيف كده وانا كده، لو بس شعرايا هتنزل من فوق، لو حد الناحيه الثانيه عمل كده هطير. واحمد سقا يعمل ايه بقى؟ الكاميرا جايبانا كده اهو، فعمال يعمل كده، عمال يعمل كده، وانا مستغرب بقى ببص له، انت في ايه؟ انا عايز امثل، فاهم؟ وكذا مره كنا هنتقلب والله العظيم، ويعمل كده اهو ستوب. قال لي ايه يا ابني؟ ايه انت ايه؟ قلت له في ايه يا ساعه؟ قال لي انت يا ابني انت حمار يا ابني. قال لي ابن التحمار يا ابني انت ماشي. قلت له مش حمار قوي يعني، ما انا اهو يعني. قال لي يا سعدان انت هتموتنا. قلت له ما تقلقش والله العظيم هتعدي وبتاع بس. وبعد كده قال لي يا ابني انت ما فيش، هو الحمد لله كنا هنموت والله. الحمد لله كنا هنموت والله العظيم كنا هنموت يا راجل. اهو حطره بتجي والله كنا هنموت، بس المشهد طلع ظريف جدا. لا طلع حلو. انت عملت